بكره باذن الله تكوني ام. أحبتي في الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء الفرحة، لقاء البهجة والسعادة، وبنقول لكل زوجة مبروك هتكوني أم. ويسعدنا أن يكون معنا ضيف البرنامج زي ما احنا متعودين الأستاذ الدكتور أحمد عبد الغني راجح، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير، ورائد ومؤسس دار الأم التخصصي للنساء والتوليد والحقن المجهري بالقاهرة. مرحبا بك دكتور. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بالبرنامج. من المعروف الدكتور أحمد عبد الغني راجح هو أحد الخبراء المختصين الذين قدموا أبحاثا وابتكارات علمية وجراحية ساهمت إسهاما كبيرا في تطور طب النساء والتوليد. هذه الإسهامات معترف بها دوليا ومطبقة على نطاق واسع في المحافل والمؤتمرات الطبية العالمية. طبعا احنا بنرحب بيه وبنقول الحمد لله على السلامة بعد عودته من أحد المؤتمرات الطبية العالمية في جراحة النساء والتوليد وبالخصوص في الحقن المجهري. عايزين يا دكتور يعني نقول للسادة المشاهدين ايه الجديد اللي شفته في هذا المؤتمر، وما هو يعني ما دلوت به او ما ساهمت به في هذا المؤتمر. بداية يا محمد، طبعا المؤتمر كان خاص بتأخر انجاب والحقن المجهري. طبعا كان اكبر حاجة ضرت في مؤتمر هم حاجتين كبير جدا مهمين قوي، ازاي ان انا اعمل دلالات او نعالج الستات اللي بتطلع بويضات غير ناضجه، ودي اهم حاجه، والطفره اللي هتحصل كبيره جدا قريبا باذن الله رب العالمين اللي هي في نقل الوقت وساعه نقل الاجنه. هو ده، وده اللي بيساعد في نجاح العمليه الحقن. ده هو مش هيساعد نجاح الحقن الجاري، ده هو هتبقى نسبه نجاح الحقن الجاري اذا عرف الدقيقه والوقت الذي نقل فيه الاجنه هتبقى نسبه نجاح الحقن المجهري لا تقل عن 95%. يعني تماما احنا بنقول ان ده حاجه جميله جدا يا دكتور. المؤتمر كله بيدور في دور جدا. طب ناخد اول اتصال في حلقتنا. يبدو ان الساده المشاهدين بداوا يتفاعلوا مع البرنامج. مدام هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أهلاً. ممكن نتكلم دكتور احمد؟ معاك الدكتور احمد. اتفضلي يا مها تحت امرك. يعني معلش يا دكتور احمد بس انا هطول شويه، بس حضرتك اسمعني يعني. اتفضلي يا بابا. انا متزوجه بقالي 15 سنه. ايوه. بعد 5 سنين من جوازي حصل حمل في خلال 25 يوم وما كملش يعني. وبعدها ب10 سنين لغايه ما وصلت 15 سنه ما فيش حمل خالص. في خلال ال10 سنين دي عملت كذا عمليه. عملت اشعه بالسبره، بعدها طلع عندي التصاق قلبي، عملت اشعه بالمنظار، بعدها عملت لحميه في الرحم بس من تحت، بعدها جالي ورم ليفي في الرحم. لسه شايلاه بقالي حوالي 7 شهور. فكنت طبعا انا سني 48 سنه. فطبعا الدكتور اللي عمل لي سن كام تاني؟ سن كام ده معلش؟ سن 48 سنه. فطبعا من حوالي 7 شهور عملت عمليه ورم ليفي. فالدكتور بعدها قلت له ممكن اعمل حقن مجاري. قال لي لو تبويضك منتظم ماشي اوكي. ففعلا تبع تبويضي من حوالي 3 شهور، لقى التبويض بتاعي كويس جدا. كان تبويضي بيبدا من يوم 19، حتى هو كان يقول لي تعالي لي اليوم السابع او اليوم ال 11، فكنت انا عارف تبويضي بيبدا من يوم ال 13، فكنت اروح له يوم ال 13 الاقي تبويض عندي لغايه ما وصل لمرحله التبويض يعني لاهل القطر بتاعه اللي هو عاوزه 18. فبدات عملت عمليه الحقن المجاري يوم 8/5. هتلاقي البويضات خرجت طبعا. خرج مني البويضه كويسه جدا. طبعا زوجي تعبان برضه، المنوي عنده تعبان، فاخذوا من الخصيه تحت اليمنى. يوم 8/5 البويضه طلعت كويسه جدا، ويوم 10/5 رجعت لي الاجنه. قبل ما يرجع لي الاجنه الدكتور كان مبسوط جدا جدا جدا، قال لي الاجنه ما شاء الله النووي مع البويضه ممتازه فوق الممتازه. اوكي، رجع لي الاجنه يوم 10/5، مشيت على 15 يوم بالعلاج اللبوس والابل المثبتات. اوكي، بعد كده قال لي اعملي لي تحليل رقمي. عملت تحليل رقمي اليوم ال 14 طلع 1.5. فقال لي ده مش حمل. فانا طبعا انهارت. قال لك ايه مش حمل؟ غير حمل يعني 1.5 غير حمل، ده مش حمل. فطبعا انا انهارت جدا. فقال لي طب استني 6 ايام كمان واعملي لي تحليل عادي، حمل عادي. فجيت عشان اعمل تحليل دم يعني حمل عادي، قالوا لي لا اعملي رقمي افضل. فعملت بعد 6 ايام اللي هو من بعد تبويضي ال 15 يوم، قصدي الحقن المجاري 15 يوم، طلع برده 26%. فانا عايزه اعرف السبب يا دكتور، لاني انا منهاره جدا. طب بصي يا منى هاله بقى، انت خلصتي كده اسئلتك؟
اسال انا بقى اسال استفسر اتفضل سيادتك اتفضل سيادتك. طب استاذن سيادتك قولي لي التحاليل بتاع الاف اس اتش والال اتش بتاعتك ايه؟ اللي هي بتاعت التبويض؟ لا الاف اس اتش والال اتش اللي بتعمل تاني او تالت يوم الدوره. نعم الاف اس اتش والال اتش اللي هم بيتعملوا تاني يوم او تالت يوم الدوره. كان يعني الدكتور كان مبسوط لغايه ما وصل لدرجه القطر اللي هو عاوزه. لا انا مش قصدي على انا بسال على التحاليل يا بنتي، ما بسالش على الدايمتر بتاع الاوفم قد ايه، بس على التحاليل. لا انا مش فاكراها يا دكتور بصراحه، انا مش فاكراها والله. مش فاكراها. طب عملت الاي ام اتش بتاعك كان طلع كام؟ مش فاكراه برضو. لا يعني هو كان اخر التحليل اعتقد يعني هو كان مبسوط منه الدكتور، قال لي كان طالع كويس جدا، كان مبسوط يعني اخر تحليل اعتقد طلع يعني حوالي 687 حاجه زي كده. 687 بتاع ايه؟ ده رقم ايه ده؟ ده كان واضح ان انت هلا مش حافظه ارقام خالص، ارقام لا بصراحه لا يا دكتور، لا عشان اكون واضحه مع حضرتك مش حافظه ارقام لا يا دكتور. طيب يا هلا ماشي، متشكر قوي انت، انا هجاوبك حاضر. شكرا لك يا مدام هاله. من نبر الصوت مدام هاله يا دكتور يمكن حضرتك تعرف تماما، وطبعا كم المرضى اللي بيحضروا عند الدكتور احمد كثيرين. مساله الضغط النفسي والمادي، او خلينا في الضغط النفسي، يعني سن دلوقتي وصلنا 48 سنه. 48 سنه في امل؟ يعني بص يا استاذ محمد، الامل في الله سبحانه وتعالى جامد جدا، بس لازم ان انا اعرف تحليل الصحيه ده كام. طبعا هو بعد سن 48 بيبقى الدنيا صعبه شويه، لكن لازم ان السيده تبقى عارفه تحليلها كويس. سن 48 ده اقول للسيده تحليلك ايه؟ زي اسمها بالظبط، اف اس اتش كذا، ال اتش كذا، ام اتش كذا، لازم. تمام. لكن كون ان انا اعمل بويضات ودي علاج، لان انا الفقاقيع السوداء دي ممكن اجمعها اديها لاي حد ياخد علاج، ياخد اي بروتوكول واجمع فقاقيع سوداء وفي الاخر ما اجمعش بويضات. تمام؟ صحيح. او اجمع تكون البويضه نفسها غير صالحه للايه؟ تقصد بالفقاقيع السوداء اللي هي البويضات، الكيس البويضات، كيس البويضات مش النواه الداخليه، واجمع الاكياس دي اداها من غير نواه، او لو جيت اجمع الاقي النواه نفسها السيتوبلازم بتاعها الداخلي مش كويس. تمام. فدي من ضمن المشاكل الكبيره جدا اللي بتقابلنا في السن بس. تمام. فلازم هنا السيده تكون حافظه كويس جدا التحاليل بتاعتها اللي هو الاف اس اتش والال اتش، زي ما قلنا من الحاجات المهمه جدا. يعني تيجي السيده في السن بالظبط ده اسالها، يعني يمكن لو واحده مثلا عندها 20 سنه 25 سنه يمكن تكون نعدي، لان غالبا تكون كويسه، لكن الاف اس اتش والال اتش بالنسبه للسن ده لازم يحفظ كويس جدا. والايه ميه. وهي دي تحليل ايه بالظبط يا دكتور؟ التحاليل مهمه جدا، ان انا بشوف نسبه استجابها قد ايه للعلاج. نعم. او نسبه الخصوبه عندها تبقى قد ايه، لان الام اتش النهارده بيحدد لي اذا كانت المخزون بتاع المبيض قد ايه والاستجابه بتاعته قد ايه، وهيدي بويضات كويسه ولا لا، مع الاف اس اتش والال اتش والاي 2 من الحاجات المهمه جدا كتحليل مهم جدا للسيدات التي تلجا الى ايه؟ العقم المجاري، بخاصه لما يعدوا 30 سنه. وباذا بهذه التحاليل تقدر حضرتك توصلها لنجاح لعمليه الحقن المجاري. طبعا. يا ريت يا مدام هاله تعودي الاتصال بالبرنامج، احنا موجودين كل يوم جمعه وكل يوم سبت مع الدكتور احمد راجح، وتقول لنا نتائج هذه التحاليل بشكل تكون مكتوبه قدامك علشان الدكتور يقدر يجاوبك بكل وضوح. مدام نبيله السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك يا مدام نبيله، اتفضلي سؤالك. حضرتك ممكن تكلم الدكتور؟ معاكي الدكتور احمد، اهلا بيك. اتفضلي يا نبيله. حضرتك انا حامل، عملت اختبار حمل. اخر دوره كانت 24/4. بعد الاختبار بثمان ايام نزل عليا دم يوم الخميس، فرحت عملت اشعه. فما ظهرش حاجه خالص في الاشعه. فالدكتوره طلبت مني تحليل رقمي. والتحليل ده لسه هيبان حضرتك بكره. طلع ايه؟ هيبان لسه بكره. تحليل رقمي. بس حضرتك عطيني ابر تثبيت، الابر ديت انا باخدها كل يوم وباخد برشام. تمام. بس لحد دلوقتي هو الدم ما وقفش. تمام. مش عارفه اكمل اخد الابر ولا خلاص كده يعني، هو يعتبر نزل. تمام، حاضر يا نبيله. شكرا مدام نبيله. دكتور يعني نجاوبها سريعا. هل الدم ده مدام نبيله يعني احنا قلنا الدكتوره طبعا بسم الله ما شاء الله حاجه كويسه جدا، كنا تلجا الدكتوره لاختبار حمل رقمي، ده مهم جدا لان ممكن يحصل ان الدكتوره تعمل حمل اختبار بالبول زي ما قالت يطلع فولس نيجاتيف، لازم اتاكد من الكلام اذا كانت السيده فعلا حامل ولا لا باختبار حمل رقمي. فهي زي ما تظهر بكره اختبار حمل رقمي هنعرف منها تماما اذا كان هتكمل العلاج ولا لا. طب ولا تستمر على العلاج الى ان تظهر اختبار الحمل الرقمي ونشوف النسبه بتاعته قد ايه، ولو كان في حمل يبقى تمشي على العلاج ونكمل. ان في حاجه اسمها اجهاض منذر، في حاجه اسمها اجهاض منذر. اجهاض منذر ده عادي جدا محتمل مع الحمل في اوله، لكن بنتابعه بايه؟ باختبار حمل رقمي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي.
وبعد كده بنعمل سونار مهبلي للسيده، وبعض السيدات بتخاف من السونار المهبلي، تقول لك يا دكتور انا هعمل سونار مهبلي ان الجن ده هينزل. لا طبعا مستحيل الكلام ده مظبوط، لكن اختبار الاشعه التلفزيونيه بالمجاس المهبلي مهمه جدا. امتى؟ بالصدفه ممكن الجنين ينزل اذا كان الجن ده اصلا وحش، لكن الجنين ده لو هيثبت يبقى هيثبت تماما وكويس. الاشعه التلفزيونيه بالمجاس المهبلي مش هتضره تماما ولا تعمل له اي اعراض، بالعكس هتفيد السيده وهتشوف اذا كان في نبض موجود في الجنين ام لا. دكتور، بما ان حضرتك يعني عائد من احدى المؤتمرات الطبيه العالميه في مجال النساء والتوليد وموضوع الحقن المجهري، يعني بعض المشاكل، ويمكن حضرتك جايب لنا معاك النهارده حاله في مركز دار الام تم علاجها برغم ان يعني بالمنظار. تمام. كانت ايه المشكله؟ ولو الفيلم جاهز يا ريت نتفرج مع بعض ايه اللي تم فيها هذه الجراحه. تمام. الجراحه ديت احنا طبعا مش مشخصين الحاله، بالحاله دي قبل كده عملت منظار، عملت اشعه وعملت منظار، والدكتور دخل ما لقاش حاجه بالمنظار، دخل ما لقاش حاجه ايه بالمنظار. لما جينا عودنا الاشعه لقينا فعلا ان السيده بتعاني من كيس موجود على المبيض. فلما جينا دخلنا بالمنظار بقى. لو دخلنا بالمنظار احنا كده دخلنا بالمنظار فعلا. دخلنا بالمنظار، ادي الرحم اللي احنا عاينينه دوت، ادي الرحم. ده الرحم اللي احنا رافعينه. تمام. اللي في الوسط دوت. تمام. ده اللي احنا بنشيله، ده انبوبه اليمين. تمام. ودي المبيض ايه اليمين. تمام. الابيض ده اللي عامل زي الفضه ده. تمام. كمان كويس جدا. تعال نشوف المبيض الشمال بقى، المبيض الشمال اهوت. تمام. موجود. تلاحظ من المبيض الشمال شكله الخارجي ان مفيش كيس. كله ابيض، مفيش كيس، مش واضح خالص، مش واضح في الكيس. تماما. تعالى بقى نخش نشوف الكيس موجود فين. هنجس هنا، دور الدكتور كويس جدا انه يجس بالاله بتاعه المنظار بحيث نشوف الكيس موجود فين بالظبط ونقدر نفتح عليه. شوف بقى هنا الطريقه كويسه جدا. طبعا دي الانبوبه اللي احنا بنرفعها. دي الانبوبه اهي، بنعملها تيست. طبعا لازم نعملها تيست نشوف الانبوبه عباره ايه. تمام. وبعد كده بنشيل بقى الكيس الموجود على وهو المبيض. مش واضح ان في كيس خالص يا دكتور. لا مش يعني واضح تماما. الاحشاء الداخليه كلها باينه ان ده مبيض كامل. مبيض كامل بالظبط كده. طب هنا فين المهاره ان الدكتور عارف ان شوف بقى ادي الاشعه بدات تنزل. هنشوف احنا بنجس ازاي. بنجس نشوف المبيض، هنفتح بقى عليه، بنشوف الكيس هنفتح عليه. شوف تماما، شوف هنا المهاره بقى. ده جدار مبيض. ده جدار مبيض. بنفتحه. حسينا من بره لقينا الكيس موجود على المبيض، برغم ده الشكل الخارجي لا يظهر تماما ان في كيس موجود على المبيض. في مشكله. تمام. شوف احنا هنقشر المبيض من والكيس طبعا تحت جواه. بنقشر طبعا بطريقه طبعا مهمه جدا يا استاذ محمد، مهمه قوي قوي. طيب. استعمال الالات وجوده الالات في المبيض. احنا لسه جايبين الات معانا، جايبينها حاجه هتعمل طفره كبيره جدا عندنا بصراحه. طيب. هنقول في عليها في دقه الجراحه. في دقه الجراحه، وان انا اشيل بقى كل الاورام، اعمل بقى استئصال رحم في قلب ال اعمل بقى استئصال رحم موجود. شوف احنا فتحنا على الكيس دلوقتي. بنشيل فتحنا المبيض اهوت، بنشيل الكيس. شوف الكيس بقى جواه، شوف الكيس بقى. المهاره بقى هنا ان احنا نقشر الكيس ازاي. تمام. ونشوف الكيس كويس جدا. يعني هنا المبيض نفسه، ودلوقتي احنا هو داخل التجويف الداخلي، داخل التجويف بتاع المبيض. فدي صعوبه شويه. مش احنا عرضنا اكياس كتيره جدا. الاكياس واضحه من بره، واضحه من بره وحجمها كبيره. شوف هنا الكيس عامل ازاي يا استاذ محمد. شوف الكيس عامل ازاي جوه. بصراحه كل حلقه بنتعلم جديد. الله يبارك فيك يا استاذ محمد. ده نص من ذوقك. وشوف الكيس، ما احنا بنطلع بنقشر اهوت، بنقشر الكيس. تماما. احنا جايبين اله دلوقتي معانا موجوده بتفرم الاورام اللي فيها عشان تقدر تطلعها بسهوله عشان ما نوسعش ولا حاجه. شوف الكيس بقى بنقشره ازاي. شوف الكيس، شوف الجدار الخارجي بتاع المبيض زي ما هو. تمام. شوف احنا بنفصل تماما الكيس عن المبيض. تمام. شوف طلعناه قد ايه، كيس حجمه كبير مش صغير. تمام. والكيس ده طبعا يعمل اعاقه في الاباضه ويعمل اعاقه في العقل بتاخر الانجاب طبعا. والسيده نفسها لما بتعرف ان عندها كيس بالحجم دوت جوه المبيض بتبقى نفسها صعبه جدا، بتبقى حالتها النفسيه صعبه قوي. لكن السيده نفسها من ضمن الحالات لما بتشيل الكيس بالمنظر ده، السيده تروح البيت بعد شهرين ثلاثه تيجي حامل لوحدها. سبحان الله. يبقى حالتها النفسيه لان حالتها النفسيه ايه؟ يعني هنا بنعمل ده علاج جذري ولا نحتاج حقن مجهري او غيره. بالظبط كده. هي كده تحمل طبيعي. تحمل طبيعي. طب هل يا دكتور الفتحه؟ شوف الفتحه عملنا ايه؟ شوف الكيس وما فيش باين فيه حاجه، ادي الفتحه هنشيلها. ليه بنفيدها بقى؟ عشان نطلعها من المكان اللي فيه الكاميرا. اللي هو ليه؟ عشان ما نوسعش يا سيدي اي حاجه.
بنطلع الجلاتين بتاع من فوق من جوه كده خرجنا الجلاتين بتاع الجمل كده خرجنا كده خرجنا الكيس اهوت ماشي كده خرجنا الكيس موجود تماما بنحط بنرجع تاني الكاميرا موجوده وبعد كده بن ايه بنغسل جوه السيده ونشوف اذا كان فيها بواقي دم ولا حاجه موجوده طبعا ما فيش ولا نقطه دم موجوده داخل السيده هندخل تاني الكاميرا اهوت ويطمن على الرحم شوف مكان الكيس يا اسمعني مفيش ولا دم فيه. طب هل يا دكتور ولا عملنا الفتحه اللي هي ظاهره امامنا دلوقتي في المبيض بيلتئم تاني بيلتئم تماما الكيس في خلال بضعه ايام يعني في خلال اسبوع يكون الكيس ده تماما التئم وهي تكون مش من المركز يعني مش المركز خلال ساعات يعني مش بدناها عندكم تحت المتابعه ساعات ما ده في ده ميزه جراحه المناظير الموجوده اللي احنا نقول ايه جراحه المناظير جراحه المناظير من الحاجات المهمه جدا 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 اللي بتستفاد منها السيده طبعا السيده نفسها ما بتتعرضش لكميه بنج كبيره ما بتتعرضش لفتح بطن ما بتتعرضش للتساقط ما بتتعرضش انها تقعد في قلب البيت فتره كبيره انها تقعد في السرير فتره كبيره لا السيده بتعمل منظار وترجع شغلها بعد يعني بتبدا تاكل وتشرب حاجات بسيطه جدا بعد بضعه ساعات ثم بتمارس حياتها بعد 24 ساعه وترجع شغلها بعد 48 ساعه طبعا خلاص حياتها جدا من مشكله من جراحه كبيره جدا باستئصال هذا الكيس بنفس المنظر دوت اللي احنا شفناه ما بتاخدش دقائق موجوده طبعا دي الطفره الكبيره الموجوده في جراحه المناظير طب نستكمل يا دكتور الخاصة. بس اخد اتصال اخر من الاستاذ احمد السلام عليكم استاذ احمد الو طيب انقطع الاتصال يا ريت تعاود بينا الاتصال مره اخرى يا استاذ احمد نعود دكتور الى يعني الحقن المجهري تمام بعض الناس بيقولوا مثلا ان الحقن المجهري هو وسيلة مثلى لعلاج تأخر الإنجاب. أمال التلقيح الصناعي اللي بنسمع عنه وغيره من الوسائل تمام. الأخرى. احنا إمتى بتقول إن ديت السيدة ديت هنعملها تلقيح صناعي ودي هنعملها حقن مجهري؟ تمام. طبعًا احنا شرط للحقن المجهري ليه شروط. لازم تكون السيدة الجهاز التناسلي بتاعها سليم 100%، يعني بمعنى أنابيب السيدة تعمل بدقة، يعني تكون أنابيب بتاعت السيدة ما فيهاش أدنى مشكلة. يعني تكون شغالة يعني. تكون شغالة كويس جدا، تمام. شغالة يعني إيه؟ أنابيب نفسها مفتوحة كويس جدا، الأهداب نفسها كويسة، ما فيهاش التهابات داخل الأنابيب، يعني تكون الأنابيب بتاعت السيدة تعمل بدقة كويس جدا عشان تقوم بوظيفة. تمام، ناخد يا دكتور أم أنس. أم أنس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. إزيك يا دكتور عامل إيه؟ الحمد لله. أنا حضرتك يعني عندي طفل عمره 4 ونص. يعني 4 سنين ونص وعملت منظار وشعب الصبغه وكده ايمن فالمنظار كان فيه التصاقات وكان فيه انبوبه مسدوده فالمهم يعني اتشالت وكده اهو وبعد كده يعني ليا سنه ايمن عامله المنظار ده وبعد كده اهو ليا من كام شهر كده اهو يعني حصل ان هو قال للدكتور ان هو في كيس حجمه 4 ونص بعد كده اعطاني برشام منع الحمل وبعد ما اعطاني برشام منع الحمل ده قال لي بعد كده ان الكيس اختفى بس في حاجات يعني عمل لي اشاعه يعني مهبليه وكده فقال لي ان يعني لسه قاعد في تجمعات او كده وفي بطانه رحم مهاجره فانا ما فهمتش يعني ما ارتحتش قال لي عايز منظار تاني طب بس. انا هقول لك يا ام انس معلش بعد اذنك الدكتور لما قال لك انت عملت منظار وقال لك ان في انبوبه مقفوله مش كده؟ اه ما قالكيش الكلام ده من سنه الكلام ده من سنه من سنه طب ما قالكيش الانبوبه دي مقفوله من عند الاهداب او من عند الرحم يعني لا بس هو انا عملت الاشعه بالصبغه كانت كويسه انا دي كويسه الانبوبه مفتوحه هو منظار هو في التصاقات وفي كانت في انبوبه مسدوده طيب هو انت عندك اولاد يا مدام يا مهندس طفل واحد عندك طفل واحد انا عندي طفل عنده 4 ونص والدها قيصريه مش كده ايه والدها قيصريه اه والدها قيصريه طب الدكتور بعد المنظار الدكتور بعد المنظار ما قالكيش ان انت عندك حاجه اسمها مرض اسمه طنط الرحم المهاجره؟ لا 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 مفيش حاجه ده هو الكلام ده بس من شهرين بس بعد الكيس ده طيب. فانا رحت الدكتور تاني فقال لي ان ده مفيش بطنط رحم مهاجره ولا حاجه ده هي ترسبات نتيجه يعني التهابات كانت موجوده في الرحم من جوه وكده أيوة. وراح اداني برشام قال لي برشام للالتهابات فقال لي خدي 4 حبيات قبل الفطار طبعا انت بس اهم حاجه في الموضوع ان انت ما عندكيش الم بيجيلك قبل نزول الضوء ب 10 ايام او اسبوع مفيش مش سامعه كويس لا مفيش عندك كويس. الم بيجيلك قبل الدوره
قبل نزول الدوره؟ في يعني حاسه يعني بحس كده بتقل كده ناحيه بتقل بس لكن مفيش الم جاي. شكرا يا مهندس. شكرا ام انس. هنا يا دكتور يعني انا تسمح لي اسالك يعني على فضل. هذه الحاله بالذات دي حصل انجاب مره هل معنى كده ان هذه السيده كل هتعاني من تاخر في انجاب الثانوي؟ يعني السيده نفسها تاخر انجاب الثانوي السيده نفسها بتحمل مره وتوقف بعد فتره رضاعه بعد مرور عام من توقف الرضاعه او توقف وسيله بيحصل تاخر في الانجاب فبنقدر نقول ده تاخر انجاب الثانوي. تاخر انجاب الثانوي ندور على اسباب بقى. نقدر ندور على اسبابه. السيده نفسها عملت تحليلها وعملت زي ما قالت عملت اشعه ومشكوره الاشعه اثبتت انها كويسه. طب اذا الاشعه اثبتت انها كويسه بعد مرور سنه من الاشعه من ست شهور لسنه ما حملش السيده لازم اعمل السيده منظار. هنا بقى لازم اجد للمنظار اسباب. السيده حملت قبل كده؟ ما اجيش بعد سنه من المنظار اقول للسيده ان انت عندك جلطه طرح مهاجره. مفيش كلام ده. او عندك اندوميتريوزس الكلام ده مش موجود. لازم عشان كده حتى السيده نفسها الدكتور ما لقاش لكن هو الدكتور ما بيتوقع ان عندها جلطه رحم. فاذا كانت عشان كده بروتوكول السيده بعد عمل منظار مهم. يعني انا عندي مثلا النهارده مثلا خمس حالات مناظير مثلا يعني. خمس حالات مناظير كل سيده هتختلف عن سيده اخرى في طريقه العلاج بعد المنظار. كلام سليم. يعني ايه؟ والسيده عندي جوه اوضه العمليات بحط لها البروتوكول الخاص بيها اللي هتمشي عليه بعد المنظار. وهو ده الفرق ما بين المراكز المتخصصه في تاخر الانجاب وغيرها. يعني كل سيده لها ملف عندك. لها ملف ولها طريقه في العلاج، يعني السيده دي هتاخد برشام الحمل، هتاخد مثلا حاجات لهجره بنت رحم، هتقعد تماما حسب اللي حضرتك شايفه. هتحول السيده الى ايه؟ الى هتاخد علاج التهابات او هتاخد علاج مثلا للحقن المجاري او تنزل تعمل حقن مجاري ده بتكون حقن مجاري. تمام. فعلى حسب سنها كل ده لازم يتكتب ايه؟ اثناء العمليه بعد العمليه مباشره لازم الدكتور يكون في ذهنه تماما مركز في الحاله ويطلع بعد العمليه يكتب البروتوكول الخاص بالسيده. هنا لو كل دكتور عمل كده او كل سيده طلبت من الدكتور ايه البروتوكول يا دكتور اللي انا همشي عليه بعد المنظار لازم كانت هي ما كانتش عملت بقى تحليل كده كانت سنه خمس سنين ده ابنها دلوقتي عنده خمس سنين ما كانتش استنت بعد المنظار فتره كبيره كده. تمام. ناخد هاله ونستكمل يا دكتور. مدام هاله السلام عليكم. مدام هاله السلام عليكم. عليكم السلام. هاله اهلا بيك اتفضلي. لا انا كنت اول متصله انا اول واحده اتفضلي. النور اتقطع عندي معلش انا اسفه. النور اتقطع؟ طيب عايز اعرف تفصيل بس عشان انا النور اتقطع عندي مش حاضر يا هاله. حاضر الاجابه. هو عايز الاجابه دلوقتي على الهواء. حاضر يا هاله. بصي يا هاله بعد اذنك انا اسمعيني بقى يا هاله من بتاع بعد اذنك يا هاله انا قلنا ان انت لازم يا هاله تعرفي الاف اس اتش والاي اتش والاي ام اتش بتوعك. يعني الاف اس اتش ده والال اتش والاي 2 بيتعملوا تاني يوم الدوره مهم جدا. هو الدكتور بيسال برضه انت حافظاهم يا هاله ولا لا؟ مش حافظاهم. ما هاله مش حافظاهم. ما احنا سالناها عليهم قالت ان مش حافظاهم مش متذكراهم. لازم الحاجات دي تحفظ كويس جدا يا هاله. يعني لازم اعرف الاف اس اتش والال اتش والاي 2 بتاعك قد ايه تاني او تالت يوم الدوره والاي ام اتش من الحاجات المهمه جدا عشان اقدر اكمل لان ده سنك 48 سنه لازم اجمع المعلومات دي الداتا دي عشان اقدر اقول لك اذا كانت نسبه نجاح الحقن المجهري هتبقى قد ايه او نسبه الاخصاب عندك هتبقى قد ايه بعد الحقن المجهري. شكرا ليك يا دكتور ويا ريت مدام هاله تكون سمعانا كويس. ولو لو حافظه الارقام دي يا ريت تبعتها لنا في اتصال سريع كده او على الاس ام اس او الحلقه القادمه يوم الجمعه باذن الله. محمد السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال مع محمد. دكتور نعود الى يعني تلقيح الصناعه. تلقيح الصناعه. هذه السيده تحتاج ممكن يبقى معاها تلقيح الصناعه. قلنا هذا شرط من شروط السيده انها تكون الانابيب بتاعها سليم عشان ابدا اقول السيده ديت هي ممكن يحصل فيها التلقيح الصناعي. شرط الانبوبتين تكون سليمه هم اليمين واليسرى لان اللي قلنا الانبوبتين تكون تعمل بكفاءه. ليه؟ مهمه جدا ان يعني ده دور الانابيب ما تكونش الانابيب فيها مشكله. طيب هتلجا السيده الى ايه؟ امتى تلجا السيده الى التلقيح او التلقيح الصناعي؟ اذا كان الزوج اول حاجه اذا كان الزوج مثلا بنسمع ان اغلب التلقيح الصناعي بيفشل. ايوه ليه بقى؟ نسبه نجاحه لا تتعدى 5%. ده طبيعي. نسبه نجاح التلقيح الصناعي عشان كده ما بنلجاش ليه الا في حالات صعبه جدا. احنا يمكن عندنا يعني يكاد يكون معدوم عندنا بصراحه يعني. تمام. او ما بنعمله حالات معينه جدا بحيث اي الحالات اللي ممكن نعمله فيها ان يكون زوج سن الزوج نفسه سن كبير او يكون عاجز على موضوع الانتصاب. بس عنده رغبه في الايه؟ في الانجاب. في الانجاب. يعني زوج مثلا عاجز عن موضوع انتصاب او اي كان سنه بس عنده رغبه في الانجاب بشرط ان تكون الزوجه ايه؟ ان تكون الزوجه سليمه. تاني حاجه ان يكون الزوج نفسه عنده برضه مشكله في عدد الحيوانات المنويه. وشرط تاني
من الحاجات التانية برضه نلجأ بها أن يكون الزوج عنده تشوهات، بس نسبة التشوهات مش كاملة، يعني مش شرط تكون، يعني مش تكون، ما تكونش نسبة التشوهات مثلا وصل 95% أو 90%، لا تكون نسبة التشوهات مثلا 60%، بقدر آخد ال 40% وأغسلهم تماما وأقويهم وأحقنهم داخل إيه الزوجة. تاني حاجة أن يكون عدد الحيوانات المنوية عند الزوج قليل، ما يكونش معدوم، لا يكون مثلا حوالي 5-6 مليون، بشرط ان تكون فيهم حركه بسيطه. تمام. هل هناك علاج خاص بتقدمه للزوج او لتحسين؟ اه طبعا في بروتوكول خاص للحالات ديت بنديه للزوج قبل برضه في قبل يلجأ. يعني داخل طبعا قبل ما بيلجا بيتحول الزوج نفسه الى دكتور، دكتور خصوبه، دكتور بتاع ذكوره، ودكتور ذكوره هو اللي بيلجا، هو اللي بيقول ان الزوج ده يا جماعه محتاج تلقيح صناعي عشان يظروفه كذا كذا كذا، واحنا بنقول دورنا ان السيره دي كويسه جدا ممكن تحمل طبيعي. طب هل لا زال هناك سوون تركيبات معينه بتقدمها للزوج دوائيه؟ اه في حاجات، لا في حاجات والله حاجات كويسه جدا موجوده، وفي ادويه كتيره موجوده للزوج النهارده، وفي بعض التركيبات الموجوده للزوج فبتجيب نتيجه كويسه جدا 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 يعني، وبتحسن نسبه الحيوانات المنويه. طبعا احنا يعني ده انا بقول لك ايه، الزوج نفسه لما بيلجا الى لنا بيروح دكتور ذكوره، دكتور ذكوره بيقول يا جماعه ده محتاج تلقيح صناعي، واحنا نكون واحنا نقول ان الزوجه دي ممكن تحمل طبيعي. فهنا بيكون الزوج نفسه عنده مشكله فبنقوم بعمليه ايه؟ التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي بيعمل بيتم نستكمل يا دكتور، بس معانا العديد من الاتصالات. ساده المشاهدين، مدام منى السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضلي سؤالك يا منى. لو سمحت انا كنت عامله عمليه مجازه ليا 3 سنين. وكنت عامله عمليه بطانه مهاجره، ودلوقتي رجعت تاني من سنه. عمليه ايه؟ بطانه مهاجره؟ كيس دموي. والدكتور نصحني بحقن مشعري، وانا صراحه مش عارفه دلوقتي اعمله، ونسبته 40%. انت عندك قد ايه مدمره؟ عندك كام سنه؟ عندي 25 سنه. عندك متزوجه بقالك كام سنه؟ طيب دكتور هنا يعني منى، منى معلش خليني اسالك برضو، انا دايما بحب ان انا استوضح منك بعض النقاط. مدام منى بتتكلم على حقن مجهري وسنها صغير 25 سنه لسه، والدكتور بيقول 40%. انا بقى لسه كنت هسال منين جاب ال، لسه كنت هسال ايه العيب فين؟ هتلجا حقن مجهري ليه؟ لازم لو الخط قطع كنت لازم سؤال، لازم سؤال. هتلجا لحقن مجهري ليه؟ هل عندها مشكله في الانابيب هي، ولا عندها مشكله في التبويض، ولا عندها مشكله في الرحم، ولا هي عندها مشكله في الزوج؟ ماشي. فهنا بتفرق كتير جدا بالنسبه لنجاح الحقن المجهري. ماشي. فهنا لازم مدام منى تعاود وتقول اخبار تحليلها ايه، لان ممكن في بعض الناس تحليلهم وحشه جدا في السن دوت، وبرضه لها علاج معين وبتكون معين بتحسن النسبه وبتحسن نتيجه جوده البيضات بعد الايه، بعد العلاج. فبقول لمدام منى يا ريت تعاود الاتصال بينا مره ثانيه عشان تقدر تقول لنا هو هي لجأت الحقن المجهري ومتجوزه بقى لها كام سنه. يا ريت مدام منى تعاود الاتصال بينا، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود، انتظرونا. بكره باذن الله هتكوني امي، تقولي لابنك يا عيوني، تشكري فضل المولى تسوني، ولا تشتكي وتقولي تعبوني. بكره باذن الله هتكوني ام، بكره باذن الله هتكوني ام. أم التخصصي للنساء والتوليد وعلاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري وجراحة المناظير تحت إشراف أستاذ دكتور أحمد عبد الغني راجح. مركز دار الأم التخصصي، حجرة عمليات كبرى، ولادة قيصرية، ولادة طبيعية بدون ألم، وحدة المناظير، وحدة رعاية مركزة، وحدة متابعة قلب الجنين، معمل التحاليل والهرمونات، وحدة حضانات ورعاية الأطفال حديث الولادة، وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة الحقن الصناعي. مركز دار الأم التخصصي، القاهرة 31 شارع 9 المقطم محطة صيام، تليفون 02-250-8-77-88، فاكس 02-250-8-77-99، موبايل 011-34-54-709. للاستفسار 011-34-54-708. مركز دار الأم التخصصي. بكرة بإذن الله هتكوني أمي، تقولي لابنك يا عيوني، تشكري فضل المولى تسوني، ولا تشتكي وتقولي تعبوني. بكرة بإذن الله هتكوني.
مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومبروك هتكوني ام مع الاستاذ الدكتور احمد عبد الغني راجح، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وجراحه المناظير، ونستكمل موضوعنا حول الحقن المجهري، انجازات واهتمامات. وطبعا معانا مدام اسماء، احد المهتمات بهذا البرنامج. مدام اسماء، السلام عليكم. مدام اسماء، طيب يا ريت معانا. انقطع الاتصال مع مدام اسماء، ومعانا عده الاسئله جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك دار الام. مدام هدى بتقول: السلام عليكم يا دكتور، انا من ليبيا وعمري 45 سنه، الدوره عندي قطعت ولما رحت للدكتور اعطاني علاج ونزلت بعدها وقطعت تاني لما اخذت الحبوب تنزل عادي. ممكن يعني تاخد الحبوب تنزل ما تاخدهاش القطع؟ ينفع معي الحقن المجهري؟ وكم نسبة النجاح لو في أمل؟ وكم التكلفة لو جيت إلى القاهرة؟ ولك جزيل الشكر وفر احترام، وأنا متزوجة من سنة وثمان شهور. ده أول جواز لها؟ هي بتقول بقالتش جواز تاني. طب هي عمرها 45 سنة. طب جوزها كان مبدئيا عشان ما نجاش للزوج. طبعا مدام أسماء 45 سنة. انقطعت على الدورة. هنجاوبها يا دكتور، بس هناخد ابتسام ونكمل. مدام ابتسام، الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور احمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا ابتسام، اتفضل. بقول لحضرتك، انا كنت حامل بقالي سنه وسقطت، بس انا بعد كده خلفت، لسه هو بقالي 9 شهور بس عايزه اخلف. لا بقى 9 شهور عاوز تحللي؟ لا يعني اول مره يا ابتسام اجهضتي في كام، في قد ايه الاول؟ كنت حامل في قد ايه؟ ايه؟ الاجهاض الاولاني كنت حامل فيه في قد ايه؟ في شهرين. في يعني كان في كيس جوه الرحم؟ اه. وتاني مره واخر مره جات لك امتى المره دي؟ لا هي مش منتظمه معايا. طب اخر مره جات لك امتى؟ هي جات لي يوم 6 اللي فات، بس ما جاتليش الشهر ده اهو. يوم 6 5 مش كده؟ اه. طيب انت عاوز تعرف انت كنت حامل ولا لا؟ اه بس انا لو حتى انا مش حامل، فانا عايزه اخد حاجه اللي ما احمل، اعمل ايه؟ حاضر يا ابتسام. شكرا يا ابتسام. دايما بعض السيدات يا دكتور بتقلق من مساله الاجهاض. لا الاجهاض وفي اجهاض، وحضرتك يمكن في حلقه اتكلمت فيها عن تكرار الاجهاض متكرر. طبعا هي ابتسام زي ما قلنا، هنجاوب على اسماء ونجاوب على ابتسام الاول. لا احنا عندنا ابتسام، لان طبعا الموضوع مهم جدا. ابتسام طبعا هي كانت متزوجه من فتره وحامل اول مره قبل كده في شهرين واجهضت، تمام؟ المره دي اخر درجه جت لها يوم 6/5. طبعا النهارده بقول لها: ابتسام معلش بعد اذنك، بدايه اول حاجه تعمليها اختبار حمل رقم. اختبار حمل رقم من الحاجات المهمه جدا، عشان انا كنت حامل لا او كانت الدم خارج ولا لا. اذا طلع اختبار حمل رقمي، يبقى تعاد تاني بعد 48 ساعه نشوف ايه مدى يعني ايه صحه، او اذا كانت الحمل ده كويس ولا لا، تمام؟ وتروح الاقرب دكتور بالنسبه لك اقرب منك ايه يقدر يقول لك تاخد ايه. لكن اذا ما انت ما طلعتش حامل بقى، فلازم تعملي بعض التحاليل، بعض البروتوكولات الخاصه بتاخر الانجاب. وزي ما قلنا يا ابتسام ان البروتوكولات الخاصه بتاخر الانجاب قلناها كتير جدا مرارا وتكرارا، مش هنقعد نعيد ونزيد فيها. فمهم قوي انك تعمليها، وبعد ما تعمليها على طول هتاخدي هتشوفي ايه البروتوكول والعلاج الخاص بيكي وهتحملي عليه باذن الله. طبعا وقبل ما وانت بتعملي تحاليلك اعملي برضو تحاليل للزوج، مطمن على الزوج اذا كان كويس ولا لا. طيب هنجاوب على مدام هدى اللي هي على صفحة الفيسبوك، ولكن ناخد فاطمة الأول على الهواء دلوقتي. مدام فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي مدام فاطمة. السلام عليكم دكتور أحمد. أهلا بيكي مدام فاطمة، اتفضلي. لو سمحت كنت هسألك على حاجة. اتفضلي. أنا متجوزة بقالي 2 سنين ونص. أيوة. وكان عندي تكاثف على الموبايل على الناحيتين. كان عندك إيه ابتسام؟ يا فاطمة؟ تكاثف على الموبايل. تكاثف على الموبايل من ناحيتين، وكان عندي هرمون البرولاكت كان عالي. أيوة. بس خدت دوستانكس ونزل الحمد لله بقى معدل طبيعي. تمام. والاف اس اتش 5.1. ايوه. والال اتش 5.7. 5.7 حلو قوي. بس فانا دلوقتي تبعت مع كذا الدوره مش منتظمه خالص، كنت ماشي على فاكر بنوفا فتره طويله، بعدين قوي لا غلط هو كده هيأثر عليك سنتي ما تستمرش عليه فتره طويله، فبطلته بقى لي جزء. الدوره عندك يا فاطمه اصلا مش منتظمه مش كده؟ من زمان، من قبل ما اتجوز. من قبل الجواز. انت عندك كام سنه يا فاطمه؟
انا عندي 27 سنه. 27 سنه حاضر يا بنتي. شكرا ليكي يا مدام. بس وحضرتك انا كنت عايز احرك في سؤال مهم جدا. طب اتفضلي. دلوقتي انا المفروض ان انا اعمل منظار. ايه؟ المفروض تعمل منظار؟ المفروض ان انت تعملي منظار. في ناس بتقول المنظار ان هو تفريغ للتكاثف، يعني بيثقبوها بميكروسكوب كده ويخرجوا الماده اللي جواها. وحضرتك انا شفت الفيديو بتاع حضرتك الاسبوع اللي فات، حضرتك عملت ازاله المنظار للتكاثات بالمنظار بدون كاي اي حاجه. لا ده كيس. طب انا هجاوبك بقى يا فاطمه عشان اصحح لك المعلومه كويس. شكرا. انا اشكرك جدا على متابعه الفلان ومتابعتنا بصراحه، من حاجات كويسه جدا. انا هجاوبك يا فاطمه لان الكيس، بص انا بقول للناس ايه يا استاذ محمد. شكرا ليك يا فاطمه. شكرا. متشكر قوي يا فاطمه. شكرا. اتفضل يا دكتور. إيه هي سالفه ان احنا بنشيل الكيس ما بنستعملش كيس زي ما بنقول؟ اه لا، ده يا فاطمه مش تكيسات، ده كيس. كيس في فرق، في فرق بين التكيسات وفي فرق بين الكيس. التكيسات بتبقى في المبيضين موجوده، يعني بتبقى حجم التسقيب فعلا. اه ده تسقيب. لا نعم التسقيب. اه لا انا لسه ما اتكلمتش على العلاج بقى. اه انا بتكلم على اللي شفته الاول. تمام. هي شافت ايه؟ شافت ان احنا بنشيل كيس ما بنستعملش فيه كاي. تمام. تشكر على هذا الموضوع. نعم. ده كيس يا فاطمه مش تكيسات. لكن التكيسات يا فاطمه حاجه صغيره جدا، بتبقى عده بويضات متكاتره حوالي عده كبيره جدا موجوده في المبيضين، حجم البويضه بدات تعدي 8 مللي تقريبا. ماشي. دي بتحتاج بنعرف بقى بتعمل تحليل زي ما انت عملت تحليل الاف اس اتش والال اتش لامك، بس انا متاكد تماما ان انت عملت الاف اس اتش والال اتش دول يا فاطمه عملتيهم وانت واخد العلاج، وده ما ينفعش. تمام. قلنا اي علاج ينزل دوره وهتعملي تحليل تاني او تالت من دوره مش هينفع، مش هيدي نتائج المظبوطه الموجوده عند السيده. ليه؟ انا اديت هرمون من بره خلاص هيطلع الهرمون بتاعي مظبوط طبيعي تماما. فانت محتاجه بعض البروتوكولات الخاصه بانظمه التحاليل يا فاطمه عشان نقدر نقول عندك نسبه تكاثر قد ايه. اول حاجه استنار بالمجسم المبالي، تاني حاجه بروتوكول خاص بالتحاليل نقدر نشخص انت محتاجه ايه. وزي ما قلنا ان التكيسات دي اعراض لايه؟ لمرض، لامراض. آه. لازم اعرف ايه السبب الذي ادى الى حدوث التكيسات عند السيده، وايه الامراض اللي تؤدي الى هذا. هل هو اضطراب في الهرمون؟ هل هو يعني هل هو النسيج بتاع الميبا ده مشكله؟ هل هو الريسبتور الموجوده او المنبهات الموجوده اللي مستقبله الجنادوفين اللي بينزل الهرمون اللي بينزل من المخ نفسه بتاع الاف اس اتش والال اتش، هل هو هل فيها؟ مهم جدا ان نعرف السيده هي من اي نوع من انواع من هذه الاشياء عشان اقدر عليها كويس جدا اذا كانت هتاخد علاج او هتعمل منظار. تمام يا دكتور. وطبعا يمكن دكتور احمد دايما يفهمنا وبنقول ان ان برنامجنا الهدف التثقيف الطبي والوعي الصحي اللي احنا شفناه مع مدام فاطمه اللي هي اصبحت اللي هي بتتابع الفيلم وشايفه وبتسال الدكتور احمد. دكتور احمد، يعني قبل ما انهي الحلقه بسرعه تجاوبني عن مدام هدى اللي من ليبيا 45 سنه و مدام هدى عندها 45 ثانيه 45 سنه. لا ده 30 ثانيه. 45 سنه. انا بقول لك هدى لازم تعملي بروتوكول. بصي لازم تعملي الاف اس اتش والال اتش والاي 2 مهمه جدا، ولازم تعملي مخزون بتاعك. انت الضربه بدات تقطع عندك، فما اقدرش اقول ان ده انت اخبارك ايه. لازم التحليل يتكلم. فهنا مهمه جدا ان اعمل تحليل بالنسبه للسيده قبل ان يعني اخد اي علاج لي او اقول لك نسبه نجاحك او هتلجئي لحقن مجهري ولا لا او هينفع ولا لا. فالنهارده بنقول لازم بروتوكول معين بالتحاليل عشان نقدر نشخص السيده كويس جدا قبل اللجوء لاي وسائل من وسائل. طب ما تاخد الحبوب يا دكتور بتنزل ما بتنزل دوره. ما انا اي حبوب هتاخدها اي سيده هتنزل دوره. طيب. اذا كان نفسه اذا كان مخزون نفسه ما فيش مخزون خالص عند السيده، لو خدت حبوب برضه هتنزل دوره. طب اقول لها عشان كده بقول لها لازم مهم جدا نعمل تحليل، اعمل اف اس اتش والال اتش مهمين جدا تاني يوم الدوره بدون ما اعمل اخد علاج. واذا كان ما تنزلش الدوره بالعلاج لازم اعمل الاي ام اتش. الاي ام اتش هيوضح لي جوده المخزون ومدى المخزون وصلاحيه المبيض. دكتور في انت كلمها على نسبه النجاح بالنسبه للسن، يعني قول لنا نسبه النجاح سريعا هل هي تعتبر عاليه؟ مع كل سن وليه علاج معين. ما اقدرش اقول. سؤال محرج التكلفه. هي بتسالك ما فيش تكلفه قبل ما اعرف نتيجه اذا كان هيصلح لها موضوع الحقن المجهري ولا لا. دكتور احمد عبد الغني راجح، استاذ امراض النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحه المناظير وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المناظير ورائد ومؤسس دار الام التخصصي للنساء والتوليد بالقاهره، اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور وسعدنا جدا بهذا اللقاء الطيب اللي افادنا كلنا وافاد الملايين من مشاهدين قناتنا الطيبه. مشاهدينا الكرام بشكركم على متابعه هذه الحلقه من برنامجكم مبروك هتكون الام، حتى القاكم في حلقه قادمه. كان معكم محمد عبده يترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة بإذن الله هتكوني أمي، تقولي لابنك يا عيوني.
تشكري فضل المولد سوني ولا تشتكي وتقولي تعبوني. بكرة بإذن الله تكون يوم بكرة بإذن الله تكوني أم. مبروك هتكوني أم. مشاكل كتير بتقابلك وعايزة تأجلي الحمل؟ عايزة تعرفي يعني ايه حقن مجهري ويعني ايه أطفال أنابيب؟ تابعي الأستاذ الدكتور أحمد راجح استشاري أم